وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا، سمي الخليل لأن الله اتخذه خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة، الله يحب إبراهيم أعلى درجات المحبة لما قدمه في الله من الدعوة والجهاد والصبر والاحتساب. هو دعا عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء: رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تعجب إبراهيم الذي كسر الأصنام وألقي في النار بسبب ذلك فأنجاه الله منها، يخاف أنه يعود إلى عبادة الأصنام، لأن الإنسان بشر والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والمغريات كثيرة، دعاة الضلال كثيرون، فالإنسان يخاف على نفسه. إذا كان إبراهيم خاف على نفسه فدعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام. ولهذا يقول بعض العلماء: من يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم لم يزكي نفسه، بل خاف أن يدركه ضلال الشرك وأن يزين له الشرك فيقع فيه، فكيف بنا نحن؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.